وهلا حديث البلد مع مصطفى علوش. أهلا فيك بحديث البلد. شكرا. مصطفى علوش، شو الحال عن جد هلا؟ انت دكتور، شو الحال وقت واحد بيكون اخذ اكسي سكر ومعمول وجوز وقلوبات واكل على العيد؟ يعني شو لازم يعمل بعدين؟ يعني ما لازم يقعد بالمي، احسن ما يدوب. اه حلو. منيحة 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 على السكر. يعني هيدا النصيحة اللي قالها ميشيل، والنصيحة الطبية، النصيحة الطبية بدك تضل شي كام يوم تعمل فعل إيمات، تدبر حالك شوي، يعني إذا ما عملته قبل العيد اعمله بعد العيد. يعني صوم شوي، ما هيك؟ ما نحن صمنا 52 نهار. عن شو صمت؟ عم نفش خلقنا. عن شو صمت؟ لحمة دجاج وشوكولا والكول. والكول والله منيح. وطلعتهم كلهم بالعيد؟ لا، هو عم الكول. قلت له لا مرسي اكلت. حديث البلد الليله ببلش معك مصطفى علوش. مصطفى علوش، انت منسق عام مدينه طرابلس بتيار المستقبل وعضو مكتب سياسي بالتيار، بالاضافه لكونك نائب سابق ومن السياسيين المعروفين بصراحتهم وجرأتهم. اليوم البلد عم بعيش على ايقاع التطورات الحكوميه، شو الاجنده المطلوبة من الحكومة العتيدة بحسب تيار المستقبل؟ أهم عنصر بأي بلد وأي مجتمع هو الاستقرار. أي حكومة قادرة أن تعيد الاستقرار على الأقل للناس، تقدر تروح على شغلة وتقدر تفكر بالمستقبل، هيدا الأساس. نحن برأينا أنه حكومة بظل التنافس الحاد والانقسام الحاد بقلب البلد على المستوى السياسي، يجب أن تكون حكومة تقنية حيادية قادرة أن تقود البلاد وتخلي الناس انها تحصل على تكنوقراط، يعني تكون من تكنوقراط مبدئيا، تكنوقراط سياسيين، بس سياسيين غير منتمين الى احد التيارات السياسيه اثنين الاساسيين. يعني لا 8 ولا صحيح ولا 14. مصطفى علوش، من فتره وطرابلس عم بتعيش نزيف امني وسياسي واقتصادي، اليوم البعض اعتبر انه الوضع الامني بالمدينه تحسن بعد استقاله الحكومه، لانكم انتم كتيار مستقبل كنتوا عم تفتعلوا المعارك للضغط على الحكومه وعلى الرئيس مئاتي بمسقط راسه، شو ردك على الموضوع؟ بتعرفي هيدي مثل قصص الحياية، انه انا شفت حي طولها 20 متر وواحد 30 متر، بنحكي قد ما بدنا ومنسولف، ما بنطلع بالماضي. ما كمان جرت احداث من النوع بحكومات الرئيس الحريري وحكومات الرئيس سنيورا، كمان منقول مين نحن عم نضغط على حالنا بهيداك الوقت؟ لا، عمليا الامر القائم بقلب مدينه طرابلس عمره هلا 37 او 38 سنه، وانا بتذكر من اول يوم. كل مره في سبب، اذا كان في سبب سياسي، وبعض الاحيان في اسباب محليه ما لها علاقه بالسياسه، وفيها مشكلات فرديه، يعني ما منا او مشاريع فرديه بعض الاحيان، ومشاريع محليه، ومشاريع لها علاقه بتجاره السلاح، ومشاريع لها علاقه بالزعامات المحليه، كلها تفايته بظل، وبعض الاحيان بيكون في قرار مخابراتي على مستوى اكبر. ولكن انه يعني ارض خصبه، ارض خصبه، ولكن تسخيف الامور انه ضغطنا او ما ضغطنا، عمليا هيدي طيب ليش بالسابق ما ضغطنا لحتى نوقف الضغط على حكومة سعد الحريري أو حكومة فؤاد السنيورة؟ كانت ضد مصلحتكم يعني. مصطفى علوش، أنت جراح وأنت لعيب جيدو وعندك الحزام الأسود، كمان أنت بتحب الموسيقى، عادة هدول مش كتير بيجوا باكج مع بعضهم، تتفق أنت والرئيس السنيورة بهالأمور؟ رئيس السنيورة معه البنة يمكن. بالموسيقى معه الأزرق؟ أزرق. إيه أكيد. أنا مع البنة حوالي. ودليل قوة انكسر، دليل وزن هيدا، مش دليل قوة، دليل وزن هيدا، مع المعمولات كسروا. بالحقيقة ولا مرة التقينا مع الرئيس سنيورا، بس كل بيقولوا انه بقصة الفن، ولكن الكل بيقولوا انه هو عنده حس موسيقي وذوق موسيقي وبيعزف عود كمان. كمان هيك اخبرت، بس بعد ولا مرة التقينا على هيك، يعني شغل خارج يمكن السياسة والشغل بجلسة. شايفه مرة عم بيلعب بزق بس. بتعرف شيء المطرب علي الديك؟
يعني سامع فيه بس ما هذا الستايل تبعه انا منه ستايل لالي مش كثير اللي هو بصراحه سوي. بكره الستايل هذا مش انه ما يعني بشعر انه ما له علاقه بالموسيقى له علاقه بجو معين يعني هو جاي ابن منطقته يعني ابن ماشي يعني ايه. في شيء له علاقه بالتراث الشعبي وله علاقه بالشغلات اللي بتهيص وهيك شيء، لكن انا بالنسبه لي الموسيقى هي مرحله ابعد بكثير من هيدا اللي عم نحكي عنه. بس مثل ما قلت لك هو ابن بيئته وغني لك غنيه يعني ما لازم عن جد تحبه، سمعها للغنيه؟ ما بعرف شو عن جد؟ اسمع. شوي صورة عن يمكن فيئة الفلاحين على بكرة وروحتهم على الشغل بقى لازم تغير تراث ما في شك بقى هلأ عمل لك غنية بس وعلوش نايم يعني لأنه هن الفلاحين وصلوا على الأرض علوش هو لحلك شغلة في الناس بتفكر أنه كلمة علوش هي تصغير علي هلا هو اللي عم يقوله علوش تصغير لعلي لكن علوش أو تدليع يعني تدليع لكن علوش بالأساس تدليع يعني لسمير ولا لا يمكن ما بعرف منين تطلع معك الأفكار ما بعرف جد بحاجة لتصير عميق علوش مبدئيا قبيلة على الأرجح من المغرب وعلوش هي الغنمة الصغيرة يعني النعجة أو شيء أوكي من هون جاي التسمية الأساسية المدام بس بدها تغني لك شو بتغني لك اجمالا هي انا عاده بستلم الغنى بتقول لي يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى طب نحن كيف عرفنا دخلك بحديث البلد عن جد يا مصطفى يا مصطفى انا بحبك يا مصطفى مصطفى يا مصطفى انا بحبك يا مصطفى بدك تغني له شو بتغني له بغني له بقول له حبيب قلبي يا قلبي عليه حبي كذا للسيدة أم كلثوم إيه شو بتقول الغنية بالضبط حبيب قلبي يا قلبي عليه ولو حتى يخاصمني ويعجبني خضوعي إليه وصلحه هو ظالمني حلو, حلو. علوش بتعرف غنية فريد الأطرش يا ريت كلمة يا ريت عمرها ما كانت تعمر يا ريتني طير لطير حواليك يا ريتني طير لطير حواليك بس احنا رح نعمل لك مصطفى علوش وانترفيو يا ريت اوكي بتقول يا ريت بيرجع سعد الحريري نعم حتى بهالفترة أنت مع أنه يرجع نعم. بتقول يا ريت بترجع 14 أذار مثل ما كانت 14 أذار النخب والناس والبشر اللي عملتها بعدها هي ذاتها الشيء الأساسي كمان ما فيني أقول يا ريت في تطورات صارت على مدى 8 سنوات الماضية ما فيني أقعد أعيش على الأحلام بدنا أقول من اليوم وبكرة شو بدنا نعمل نعم بتقول يا ريت بقيت بالطب وما بحياتي تعطيت السياسة؟ الحقيقة أنا قدرت أخذ من الطب شيء كتير لحتى فوت على السياسة لا بعتبر ما ندمان على اللحظة اللوجيك؟ المنطق ومنطق الجراح بتقول يا ريت شبقته بالكرسي لفيه الشكر مع وليد عبود؟ كمان المقولة اللي بتقول أنه أنا ما حملت الكرسي هو اللي حمل الكرسي صحيح. بتقول يا ريت بقول الكرسي. بقول يا ريت ابدا ما صارت هالقصه هيدي كلها سوا وبعتبر انه هيدي بحب اني امحيها تماما من تاريخي كان بالسياسه وكان بالعلاقات الانسانيه رجعتوا التقيتوا؟ لا ولا مره طمنت على وليد عبود من وراها اكل انا ازينا وليد شفته عده مرات بعدها واتصلنا ببعضنا كثير سلم عليك وليد
هو بيعتبر انه كانت على الرغم من مأساويتها للقصه، وانا بعتبرها مأساويه. نعم. على صعيد الاعلامي اخذت لكن كبير. لكن اخذت لحد هلا بعرف انه عم تتداوى للناس. بتقول يا ريت ما في كارت كيتي؟ لا ماشي منيح منيح حلو كيتي. هيدا جوكر بقول انه يا ريت في كيتي على طول. في كيتي على طول ما هيك؟ كيتي حاطة جوكر، يعني واحد فينا ايش بده اياه؟ سوف نقوم بقياس عضلاتك لانك رياضي. ماشي حلو تفضل. اوكي يلا بدنا المزيد. بدك تضطر تشلح الجاكيت دكتور، بدك تعلق الميكرو على القميص وتشلح الجاكيت لنقيس العدد. دكتور علوش بدك تشد تيعطي اكثر شيء فوليوم ومثل بقى العضل ميشيل بدك تبرمها برم بلا معلمية. اعلى شوي اعلى شوي ميشيل عنو وين هون؟ حلو قديه؟ حلو 2 سنتي. لا عشان قديه؟ 35. دكتور فينا نقيس عضلات ميشيل؟ لا شد ميشيل حتى تعملنا رياضي. شد شد أربعة وثلاثين. أربعة وثلاثين. أدي مصطفى علوش عنيون 35. 35 ميشيل 34.